فرصة على الخط العبادي وبعد هذه الكرة ضربة. لا ما فيه ولا شيء، ما فيه ولا شيء. الحكم كان اللاعب يطالب بضربة جزاء لكن الحكم يقول لا. بيدرو مانديز البرتغالي الأعصاب تتوتر مع العبادي في هذه اللقطة. الضربة الرأسية هي على الخط، العبادي يبعد الكرة. تأتي الكرة ثانية، عملية الدفع كانت واضحة وعملية ردة الفعل كانت كذلك واضحة من اللاعب البرتغالي.